السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. أنا نزلت المحاضرة على اللينك بتاع المحاضرة على اليوتيوب وشرحتها بالباوربوينت، بس ليه عايز أحل كمان مسألة معاك، هختار أسهل واحدة في المسائل اللي أنا حطيتها وعايز أحلها معاك علشان تقدر تجمع معايا ازاي بعمل الجدول مظبوط، ازاي يطلع معايا سهل، ممكن بعض الخطوات ما تكونش كانت واضحة هناك تبقى هنا أوضح. حاول تتابعني قوي وان شاء الله الأمور تبان أكتر. أنا هنا عايز أعمل مينيمايزنج للزد. الزد بتاعتي هي عبارة، أو الأوبجكتيف فانكشن هي عبارة عن 2 إكس 1 زائد 3 إكس 2. الكلام ده سبجكت 2، رقم الكونسترين الأولاني 5x1 زائد 3x2 which is less than or equal 15. الكونسترين رقم 2 3x1، الكلام ده plus 4x2 وأكبر من أو يساوي 12. خلاص أنا جاهز إن أنا أشتغل. الهدف من المسألة دي إن أنا أوري لك step by step إيه اللي أنا هعمله. step number 1، لازم ابدأ اغير الكونسترينز زي ما احنا عارفين في كل السيمبلكس. يبقى هتبدأ المعادلة بتاعتي لما اجي اشتغل على دي هتبقى بالشكل ده 5x1 الكلام ده بلس 3x2 بعدين هقول بلس x3 كله على بعضه بيساوي 15. ده less than or equal فهو it's a general constraint، مفيش فيه اي مشكلة تماما. اما اجي اشتغل على الكونسترين نمبر 2، الكونسترين نمبر 2 3x1 بلس 4x2، بس خلي بالك ان ده مور ذان اور ايكوال، يبقى اذا ده هضطر ان انا اقول ماينس x4 وده نيجاتيف سلاك، بس لازم احط بوزيتيف سلاك، فبالتالي هزود ارتفيشال فاريبل اللي هو r1 والكلام ده على بعضه بيساوي 12. لاحظ ان انا اضفت كذا نوع من انواع الفاريبلز موجود معايا في الكونسترينز دي. اول نوع اللي هم البيزك او المين فاريبلز بتوعي. لاحظ انا عندي x3 وx4 اللي هم السلاك فاريبلز. لاحظ كمان ان انا عندي ارتفيشال فاريبل، لو انت خدت بالك من سواء اذا كان البي دي اف او اذا كان الباوربوينت واضح ذكرت انا فيهم ان انا بحتاج الار 1 اللي هو الارتفيشال فاريبل، ده لسبب بسيط قوي علشان اقدر اشتغل ان يبقى عندي بوزيتيف سلاك فاقدر اشتغل في البروسيجرز بتاعت السمبلكس. لاحظ ان المساله دي اساسا مساله مينيمايزنج، فالزد الجديده اللي انا هشتغل عليها شكلها عامل كده. بص كويس، 2 اكس 1 زائد 3 اكس 2 زائد 0x3 زائد 0x4 زائد، لو انا بعمل مينيمايزنج يبقى لازم احط بوزيتيف ام، حيث الام ده فاليو كبيره جدا 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 مقارنه باي شيء في المساله، فيبقى ده زائد ام مضروب في r1 اهو. اصبحت ده الاوبجكتيف فانكشن اللي انا بتكلم عليها اهو، الشكل بتاعها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده، يبقى اذا ده الاوبجكتيف فانكشن بتاعي. هروح اعمل الجدول. جدول مهم قوي وعايزك تخلي بالك منه. ستيب رقم 1 في الجدول اهي، انا هنشئ الجدول اهو معاك ستيب باي ستيب. لاحظ خلي بالك، وهوريك ازاي لو الجدول موجود على اكتر من صفحه اعمله، بس طبعا انا اتمنى ان هو يبقى في صفحه واحده. انا هنا مضطر اكبر شويه بس علشان عايز المحاولات تبقى واضحه قدامك، ولو استخدمت قلم تخين الخطوط بتخش في بعضها، فحاول تتابعني ستيب باي ستيب. هنا البيزك فاريبلز، ده المين فاريبلز اهم اهو. يبقى انا عندي هنا x1 وعندي x2، بعدين عندي البوزيتيف او السلاك فاريبلز بتوعي، احنا عندنا 2 اهم اهم، هنا x3 x4، بعدين عندي الارتفيشال فاريبل اللي انا اضفته عشان اقدر اشتغل على السمبلكس تابلو بتاعي،
وانا مسميه R1 اللي انا احتاجته في الكونسترين رقم 2 اللي كان فيه مور ذان اور ايكوال. طبعا الخانة اللي بعد كده زي ما حضرتك عارف هي خانة الفاليوز، بعدين يجي بعديها الخانة بتاعت الريشيو، بعدين يظهر عندي اخر خانة اللي هي خانة الريماركس. لاحظ ان الجزء بتاع الريشيو اللي في الزد مفيش اساسا، فخلاص ده مش موجود. هبدأ احط ادي الزد بتاعتي، بعدين عندي ده الكونسترين الاولاني زي ما احنا متعودين، ده الكونسترين التاني اهو وقفلته اهو. هبدأ احط اهو او هبدأ اعوض هنا البوزيتيف سلاك اللي هو اكس 3 وتحتيه الكونسترين التاني بوزيتيف سلاك ار 1، يبقى هنا اكس 3 وهنا ار 1. روعه. هبدا احط الفاليوز بتاعت الزد 2 3 0 اكس 3 0 اكس 4، بعدين ام الفاليو بتساوي 0. طبعا ظهور الام في الزد مع الار 1 ده معناه ان انت يعني انفيسبل، لان الام دي هي تعرفها زي ما انا ذكرت لك في المحاضرات التانية ان الام دي اتس ا فيري لارج فاليو تنس تو انفينيتي كومبيرد تو ذا اذر كوفيشنتس. الحركه اللي بعديها هبدا احط الكونسترين الاولاني 5 3 1 اكس 4، الكوفيشنت ب 0، ار 1 الكوفيشنت ب 0، والفاليو بتاعتها كلها بتساوي 15. الكونسترين نمبر 2 3 4 اكس 3، الفاليو بتاعته ب 0، اكس 4 ماينس 1، ار 1 المعامل بتاعه ب 1، وهي كلها على بعضها بتساوي 12. بالوضع ده انا مش هعرف اشتغل. انا قلت لازم الام دي تمشي من هنا. خلي بالك ان انا حطيت بوزيتيف ام في الزد فانكشن لما كنت بعمل مينيمايزنج. لو كانت المساله ماكسمايزنج كانت الام اللي هضيفها بماينس ام. المهم انا هبدأ اجهز لاستخدام الجدول. اول خطوة هعملها دلوقتي هحاول اضرب الار 1، لازم الفاليو دي تبقى بزيرو مش بام، فهضرب الرو بتاع الار 1 كله على بعضه في ماينس ام، بعدين اجمعه على الزد عشان دي تبقى بزيرو لان ده بيزك فاريابل. يلا زي ما انا متعود باستمرار هخش اهو اول حركة اول خطوة اهو. انا دلوقتي بجيب النيو زد، خلي بالك ادي الزد الجديد، هضرب الار 1 في ماينس ام واجمعه على الزد. اضرب ادي الزد الجديد اهي، ماينس ام في 3 بماينس 3 ام بلس 2، يعني دي اصبحت 2 ماينس 3 ام. جرب تاني، هضرب ماينس ام في 4 واجمعه على 3 يبقى اصبح 3 ماينس 4 ام. هضرب ماينس ام في 0 واجمعه على 0 اهو، ماينس ام في ماينس 1 ببوزيتيف ام و0 يبقى بوزيتيف ام، ماينس ام في 1 بماينس ام وام ب 0، ماينس ام في 12 بماينس 12 ام بلس 0 يبقى ماينس 12 ام. مفيش ريشيوز، خلي بالك ستيل اكس 3 اهي الفاليوز بتاعته، ستيل اكس 4 زي ما هو ما حصلش فيه تغيير. اكن المحاولة اللي انا عملتها دلوقتي عملتها علشان اغير بس الرو بتاع الام. لاحظ ادي الاكس 3 وادي الار 1، الاكس 3 اهي 5 3 1 0 0 15، اللي بعدها 3 4 0 ماينس 1 1 و12. لاحظ ملحوظة مهمة قوي، الفيرست ايتريشن دي او الايتريشن اللي انا عملتها دلوقتي هي انفيزبل، دي ان فيزبل اوكي ترايل، ام ستيل انفيزبل، انا خارج منطقه الحل عشان كده الام دي ما تعرف لهاش فاليو، فانت بره الحل اصلا. يبقى اذا الستيب اللي انا هبدا اعملها دلوقتي عايز ابدا الترايل اشوف مين هيخش ومين هيدخل المحاوله. انا بدات اشتغل على الاوبتيماليتي وان كانت انفيزبل، بس ماشي في اتجاه الاوبتيماليتي. اعرفه ازاي؟ طالما انا بعمل مينيمايزنج بختار اكبر رقم سالب
اكبر رقم قدامه اشاره سالبه. تعال معايا كده، ده بوزيتيف، ده زيرو، بوزيتيف بوزيتيف، لا هنا 3 بوزيتيف بس معاها ماينس 4 ام، ماينس 4 ام دي يعني ماينس 4 مليون مثلا، فطبعا ده نيجاتيف. هنا 2 ناقص 3 مليون، مين الاكبر؟ ال 4 مليون طبعا، يعني اللي 3 ماينس 4 ام هو ده القيمه الكبيره اللي قدامها اشاره سالبه، او القيمه الاقل يعني لو انا بتكلم ان ماثماتكس، لان ماشي في اتجاه المينيمايزيشن. يبقى اذا هختار ان الرو ده اهو اهو، استنى ما اخد القلم الرصاص ده احسن، ده هيدخل في الحل. يبقى انا دلوقتي اول حاجه هتدخل في الحل هي قيمه اكس 2، طبعا اكس 2 هيدخل في الحل، هبدا اعمل الريشيو، يبقى ده 15 ديفايدد باي 3 اهو، 15 ديفايدد باي 3 يبقى الكلام ده هيدي لك 5، بعدين 12 ديفايدد باي 4 يوم الفاليو بتاعتها تبقى ب 3 اهي، 12 ديفايدد باي 4 بقت ب 3. هختار مينيمم ليفنج بالظبط زي الستاندرد، يبقى اذا انا عارف ان الرو بتاع الار 1 هو اللي هيخرج، يبقى مين اللي هيدخل؟ اكس، اكس 2. مين اللي هيخرج؟ الار 1 اهو. انا شايف ان القطعه دي في الورقه تستحمل كمان محاوله، فانا هعمل المحاوله الجايه في نفس الورقه دي، بعدين هنقل على ورقه جديده. ولا تيجي، لا خليني، انا ليه هدف، لان انا لقيت حد من زمايلكم في الاساينمنت اللي عامله عامل كل جدول ناقل الجزء الاولاني، ده بيحرق وقت، انا مش عايز اعمل كده. بصوا بصوا بصوا، انا هبدا محاوله جديده اهو، بص كويس قوي اهو، ادي الجزء بتاع الريشو اهو تاني. اصل انت في الامتحان مش هيسعفك ان انت يبقى معاك حاجات كتير تشتغل بيها، لازم بايدك كده لو قدرت، بس طبعا يبقى الشغل بتاعك مظبوط يعني. اذا ما كانش استخدم مسطرتك بقى ولا المثلث بتاع ارسطو واتيفر يعني. اه طبعا في الامتحان انا افضل يبقى معاك قلم اللي هو الماركر دوت، او القلم اللي هو بتعمل بيه هايلايتر، آه هيبقى حلو قوي. يبقى اذا ار 1 هيخرج وهيخش مكانه اكس 2، لذلك اول حاجه هتتكتب هنا اكس 2. الاربعه دي في المحاوله الجديده لازم تبقى ب 1، يبقى الرو ده كله هيتقسم على 4، يبقى دي اصبحت 3 ديفايدد باي 4، بعدين 4 باي 4 ب 1، 0 باي 4 ب 0، ماينس 1 ديفايدد باي 4 يبقى ماينس 1 اوفر 4، 1 ديفايدد باي 4 يبقى كوارتر وال 1 اوفر 4، 12 ديفايدد باي 4 which is gonna be 3. الستيب اللي بعديه، انا عندي لازال ده اكس 3، خليني اكتبه بلون تاني وليكن باللون الاسود، يبقى ده اكس 3، ده الجديد اهو هيتعدل، وادي الزد. تحبوا نبدا بمين؟ انا رايي ابدا بالزد. خلي بالك عشان ابدا بالزد انا عايز الواحد يبقى فوقيه 0، يعني عايز الفاليو دي ب 0، شايفها؟ شايف الفاليو دي ب 0، لكن هي فوق 3 ماينس 4 ام، او ما اعمل ايه؟ هضرب الرو ده، انا هعمله في الريماركس لان دي تقيله شويه، هضربه في ماينس 3 بوزيتيف 4 ام، نفس الرقم بس الاشاره ديفرنت او عكس الرقم في الاشاره اهو. خلينا نطلع لفوق كده شويه عشان تبقى واضحه قدامك اهو. يبقى انا الرو بتاع اكس 2 ده كله هضربه في ماينس 3 بلس 4 ام. تعالى معايا واحده واحده قوي، هضرب ماينس 3 بلس 4 ام في 3 اوفر 4. لما اعمل كده خلي بالك، أول ما بعمل كده إيه اللي بيحصل؟ أول ما أعمل المحاولة دي أهو، أنا هضرب في ماينس 3 بلس 4 ام، اضرب في 3 اوفر 4، 3 اوفر 4 في ماينس 3 يوم ده يديني ماينس كورتر، ماينس كورتر وأنا هجمعه على الاتنين يبقى دوت ماينس كورتر، أوكي؟ ماينس 3 اوفر 4 لما تضربه في ده يبقى ماينس 1 اوفر 4، ماينس 1 اوفر 4 وانا هاخده وهبدا اجمعه على القيمه بتاعه الاكس 1 اللي موجود عندك، اوكي ثانيه واحده، ده ماينس 3 بلس 4 اوفر ام، يبقى انت لما تيجي تضرب ده يبقى ماينس كورتر معايا يا شباب، ثانيه واحده،
وطبعا عندك 3 اوفر 4 في 4m، ده هيديني 3m، 3m وماينس 3m يروحوا مع بعض، بعدين 3 اوفر 4 وانت هتضرب في ماينس 3 دي لك ماينس 1 اوفر 4، ماينس 1 اوفر 4 وانت عندك 2 ماينس 1 اوفر 4 هجمع عليها 2 يبقى ده هيدي لك كام؟ اهو ماينس 1 اوفر 4 هجمع عليها 2 اللي هي 8 اوفر 4، اعتقد ان هيفضل عندك 7 اوفر 4 باين. ماشي، خلينا نعملها ديت احسن باين الحته دي فيها لخبطه شويه. يبقى اذا انا هاخد اهو ماينس 3 بلس 4m، احنا هنضربه في 3 اوفر 4، لما اضرب في 3 اوفر 4 شايف هيديني ماينس دي كلها اهي، اضربها في 3 اوفر 4 يقوم ده يديني ده ماينس كورتر، ده لما اجي اضربه يبقى زائد 3m، ال 4 مع ال 4 يفضل 3m، ودي هتدي لك ماينس 3 في 3، ايوه انا بقول برضو في ايه؟ ماينس 9 اوفر 4، ودول هاخدهم اجمعهم اهم على الجزء اللي هو 2 ماينس 3m، دول بيشيلوا بعض ودي اللي هي 8 اوفر 4، يبقى فعلا صح. انا معلش عينيا سرحت شويه، يبقى ده ماينس 1 اوفر 4 زي ما احنا عندنا في الورق بالظبط، ما فيهوش مشكله. افتكرت ان انا عملنا حاجه غلط. ماينس 3 بلس 4m هضربها في 1 بعدين هجمعها على 3 بلس 4m، يبقى الكلام ده بزيرو. ماينس 3 زائد 4m هضربها في 0 واجمعها على 0 يبقى اذا بزيرو. ماينس 3 زائد 4m هضربها في ماينس 1 اوفر 4، خلي بالك ماينس 1 اوفر 4 في ماينس 3 ده هيديني 3 اوفر 4. بعدين ماينس 1 اوفر 4 في 4m بماينس m، وانا عندي m يبقى الاجابه اهو. ماينس 3 هضربها في 1 اوفر 4، يعني اذا دي معناها اهي دي هتبقى ماينس 3 بلس 4m، والكلام ده على بعضه ديفايدد باي 4. بعدين هضرب ماينس 3 زائد 4m في 3 وابدا اجمعها على 12m، طبعا 3 في 4m ب 12m وماينس 12m يشيلوا بعض، و3 تايمز ماينس 3 يبقى الفاليو دي بيساوي ماينس 9. روعه. الحركه اللي بعديها انا عايز فوق الواحد كمان يظهر كام؟ 0، لكنه هنا بكام؟ ب 3، فهضرب ده كله في ماينس 3 وابدا اجمع ماينس 3 في 3 اوفر 4 بماينس 9 اوفر 4 و20 اوفر 4 يبقى ده ب 11 على 4. هضرب ماينس 3 في 0 ب 0 واجمعه على 1 ب 1. ماينس 3 ماينس 3 في ماينس 1 اوفر 4 ب 3 اوفر 4 واجمعه على 0 يبقى ب 3 اوفر 4. ماينس 3 اوفر 4 ماينس 3 اوفر ماينس 3 اوفر 4 واضربه في ده وابدا اجمع على وابدا اجمعه على القيمه اللي فوقيه، يعني اذا ده بيديني ماينس 3 اوفر 4 او بيجمع على 0. بعدين هضرب في الثلاثه واجمعه على الجزء اللي ب 15، بضرب في ماينس 3 يبقى ماينس 9 و15 يديني هنا 6. روعه، المحاوله دي انتهت. يا ترى انا وصلت للاوبتيمال ولا لا؟ طبعا خلي بالك ان الزد بيساوي ماينس 9، لاحظ ان دي كانت انفيزبل بس المحاوله دي بقت فيزبل لان الام مشيت من القيم بتاعتي. تعال نرجع تاني ونبص، عايز اشوف اذا كانت اوبتيمال ولا لا. بنفس الاسلوب هدخل على الرول الاولاني، هل في هنا، هل الرول الاولاني ده في اكبر، انا بدور على اكبر رقم سالب. اولا ده مش سالب لان دي ماينس 3 بلس 4m، يعني اكنها ماينس 3 زائد 4 مليون، فاذا ده بوزيتيف. دي 3 اوفر 4 بوزيتيف 0 0، ايوه ماينس 1 اوفر 4. يبقى مين اللي هيدخل الحل المره دي؟ الرو ده، يبقى انا اسف الكولم ده، يبقى اذا انا عندي الكولم بتاع اكس 1 هيدخل في الحل. هروح الستيب اللي بعديها اعمل التيبل الجديد بنفس الاسلوب. شوفوا يا شباب انا مش بعمل رأس الجدول الا لو كنت هنقل في صفحة جديدة، يبقى انا هنا هبدأ في صفحة جديدة اهو. نفس الاسلوب بالظبط، ادى الرول الاولاني تاني، بعدين ادى الفاليو بتاعت البيزك فاريبلز اكس 1 اهو، بعدين اكس 2 اهو، بعدين عندي x3، بعدين ادي x4، بعدين عندي ال r1 ادي الارتفيشال فاريبل بتاعي، عندي هنا values، بعدين
عندنا الريشيو، بعدين عندنا ريماركس. طبعا هنا المين فاريبل، عندي هنا سلاك فاريبلز، بعدين الارتفيشال فاريبل. هبدأ اخش الترايل الجديدة، خلوا بالكم الترايل الجديدة بتاعتي، انا قلت مين يدخل الحل، قلت اكس 1 يدخل الحل، هروح اوجد القيم بتاعت الريشيو. يبقى انا هقول 6 will be divided by 11 over 4، يعني ده بيساوي 24 over 11. اللي بعديها 3 will be divided by 3 by 4، يعني اذا دي معناها هيديني 4. مين المينيموم فاليو؟ الاولاني. يبقى اذا ده معناه ان x3 هيخرج من الحل اهو، ومين اللي هيدخل مكانه؟ هيدخل مكانه x1. يبقى انا اخترت الترايل الجديده. اول حاجه هتتكتب هي مين؟ طبعا ده الرو بتاع الزد زي ما هو ما اتغيرش خالص. يبقى اول حاجه هتتكتب x1 دخل مكان x3 في المحاوله اللي قبليه اهي. طبعا هنا زي ما انتم شايفين x2، وهنا القيمه بتاعت الزد. تعالى معايا بقى بالنسبه لx3، الرقم ده ب 11 over 4، يبقى انا لازم هضرب في الانفرس بتاعه في الريسبروكال، يبقى 4 over 11. يبقى دي 4 over 11، ده ب 0، ده ب 4 over 11. لما اضرب 4 over 11 في 3 over 4 ده يديني 3 over 11، بضرب في 4 over 11 يبقى ده معناها minus 3 over 11، هضرب في 4 over 11 يقوم ده معناها 24 by 11. ادي كده الاكس 1. هروح الحركه اللي بعديها، عايز الفاليو بتاعت الزد بزيرو، بس الزد هنا بماينس كورتر، يبقى هضرب ده في كورتر واجمع 1 اوفر 4 وماينس 1 اوفر 4 بيساوي 0، 1 اوفر 4 في 0 و0 ب 0، 1 اوفر 4 ب 1 اوفر 11 وهجمعه على 0 يبقى ده ب 1 اوفر 11. 1 اوفر 4 يعني ده 3 اوفر 44، وانا هروح اجمعه على 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 3 اوفر 4 على طول، سهله قوي اقدر اطلع الفاليو، اعتقد ان هي هتطلع لك 36 باي 11. سيم وي لايك هضرب في 1 اوفر 4 يبقى ده ماينس 3 اوفر 11، وهروح اجمعه على الفاليو بتاعتي اللي هي ماينس 3 بلس 4 ام، يقوم ده يديني ماينس 36، الكلام ده بلس اهو 44 ام ديفايدد باي 4. نفس الاسلوب هضرب دوت في 1 اوفر 4 يقوم يديني 6 اوفر 11، 6 over 11 هروح اجمعه على minus 9 يروح ده مديني كام؟ يروح مديني minus 93 over 11. روعة. الحركة اللي بعديها عايز تحت الواحد بيساوي 0، يبقى هضرب ده في 3 quarter بالنيجاتيف واجمعه على 3 quarter، minus 3 over 4 و 3 over 4 ب 0، minus 3 over 4 ب 0 و 1 ب 1، minus 3 over 4 minus 3 over 11 اهو minus 3 over 11، minus 3 over 4 يقوم ده يديني ماينس 9 اوفر 44، الماينس 9 اوفر 44 اروح اجمعها على 1 اوفر 4 يبقى اذا دوت على طول ادانا كام؟ ماينس 17 اوفر 44. سيم وي لايك هضرب في 3 اوفر 4 يقوم يديني ماينس 9 اوفر 44 وهروح اجمعها على 1 اوفر 4 يقوم ده يديني 20 باي 44، برضه هضرب في 3 اوفر 4 وبعدين هروح اجمعها على على الفاليو اللي هي ب 3 في المحاوله اللي فاتت، هيروح مديني 15 اوفر 11. تعالى يا ترى الحل اللي انا جبته ده اوبتيمال ولا لا؟ انا داخل ادور على النيجاتيف، طبعا ما تنساش ان خلي بالك ان ده فيزابل، لو دخلت ادور على النيجاتيف دي مش نيجاتيف دي بوزيتيف، لان عندي هنا 44 ام بوزيتيف بوزيتيف، خلاص ستوب انا جبت الاوبتيمال. نفس الاساليب اللي احنا عملناها قبل كده. يبقى اذا انا بدات بالورقه الاولانيه اهو، انقلها بقى وعايز ابدا اطلع القيم وترجم الداتا بتاعت المساله بتاعتي. بصوا يا شباب خلينا نبعد دي بس عشان الاضاءه. يبقى انا عندي x1 x2 x3 ها x4، بعدين عندي الار، الار ملوش معنى ملوش وجود اصلا، يبقى اذا الار ده انا مش محتاجه، موجود y1 وموجود y2 وهشوف هما هيطلعوا بكام. اول حاجه x1 بيساوي 24 over 11، x2 بيساوي
15 over 11. التو values دول بيدوا لك Z value 93 over 11 اللي هي المينيمم value of the objective function. خلي بالك X3، هل في X3 هنا؟ لا ما فيش، يبقى X3 بيساوي 0. هل في X4 هنا؟ لا ما فيش، يبقى بيساوي 0. طب هو X3 ده، ارجع تاني كده الأول واحدة، X3 محطوط في أنه كونسترين الأولاني و X4 محطوط في أنه كونسترين التاني، شايف؟ يبقى إذا أنا عندي X3، X3 ده بتاع الكونسترين الأولاني، X4 ده بتاع الكونسترين التاني. يبقى أنا عارف إن X3 بيساوي صفر، ده معناه إيه؟ معناه إن الـ first constrain is a binding constrain، ومعناه ان هو سكيرس، خلص تم انتهائه، ولازم للاكس 3 الاقي له واي 1 يونت وورث. لذلك انا لو طلعت هنا الاقي قدام الاكس 3 1 اوفر 11، يبقى ده 1 اوفر 11 الاجابه الصح، يونت اوف زد فور افري يونت اوف كونسترين واحد. سيم واي لايك اكس 4 بيساوي 0، يبقى ده معناها ان السكند constrain is a binding constrain، ومعناه ان هو سكيرس، ومعناه ان ده معناه ان x4 لازم يظهر له يونت وورث. لذلك لو جيت على ال y2 قدام x4 يطلع 36/11 اللي هم يونت of z relative to each unit of constrain number 2. وشكرا على كده. طبعا لاحظ ان المسألة دي من المسائل اللي انا حللها لك في الباوربوينت اللي انا رفعه امبارح، لكن انا حبيت اعيدها تاني علشان اوضح قدامك الخطوات. طبعا انا فاهم ان الجزء بتاع الام ده لما تيجي تضرب فيه عملية مش سهلة، وهي عملية بتلخبط، حتى انت شفتني انا وقفت واعيد وابص واعمل، امشي بالراحة وان شاء الله الامور تمام. يوم الاربع اللي جاي رجاء في او يعني في ميعاد المحاضره اللي جايه، من فضلك خلي بالك لو في اي استفسار حاول تحضره ليا وانا تحت الامر. متشكر جدا جدا، وان شاء الله باذن الله نجتمع مع بعض على خير والغمه دي تنزاح على خير. شكرا، مع السلامه.